لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في صحيفة المدى، ارتفاع أسعار القرطاسية مع قرب انطلاق العام الدراسي. في القدس العربية، الاستخبارات الأمريكية القاعدة قد تشكل تهديدا للولايات المتحدة خلال عام. في صحيفة نيويورك تايمز، أمام إيران شهر لامتلاك مواد تكفي لصنع سلاح نووي. في الشرق الأوسط، الأمم المتحدة: العنف يزداد في سوريا والوضع ليس آمنا لعودة اللاجئين. في العرب اللندنية، إلغاء حكومة مصطفى الكاظمي التأشيرة عن الملايين من الزوار الإيرانيين مجاملة سياسية تدور بمصالح العراق. في صحيفة الجارديان، انتصار طالبان زلزال سيدفع دول الخليج للبحث عن تحالفات جديدة. وفي موقع عربي 21، تحذير إسرائيلي من مؤشرات اندلاع انتفاضة في الداخل المحتل. السلام عليكم. يطل رئيس وزراء حكومة المنطقة الخضراء بين الفينة والأخرى بتصريحات غريبة نابعة من شخصيته المهزوزة، كان آخرها إعلانه عن انتهاء حكومته مع إقرار إعادة العمل بقانون الخدمة والإلزامية وخدمة العلم يقصد في ذلك. وكما هو معروف لدى الجميع أن قانون خدمة العلم معمول به في معظم دول العالم كما العراق، وبموجبه بني جيش العراق الباسل منذ تأسيسه عام 1921 ولغاية الغزو الأمريكي البربري للعراق عام 2003، حيث اتخذ الحاكم المدني الأمريكي أنذاك سيء الصيت بول بريمر قرار حل الجيش الوطني العتيد وإلغاء قانون خدمة العلم، والذي اعتبره كل وطني غيور بمثابة الضوء الأخضر لإشعال الفتن وإحلال الفوضى التي سعى إليها الاحتلال وعملاؤه. إن إقرار هذا القانون من قبل حكومة الاحتلال التي يرأسها مصطفى الكاظمي بما يحمله من تاريخ حافل بالجهل والعمالة لا يمكن أن يصدر عنها قانون إلا لخدمة أسياده وبتوجيهات مباشرة منهم. والأسباب تتعلق بعسكرة الشباب، وذلك بتأسيس سرايا رديفة للحشد كما ورد على لسان رئيس الحكومة، خاصة بعد أن حدد الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 عاما وجعلهم كباش محرقة تأتمر بأوامر قيادات ميليشيا الحشد الطائفية ذات الولاء المعلن لإيران. ومن وجهة نظر أخرى، فإن أغلب من خرجوا ضد العملية السياسية ونادوا بإسقاطها وإسقاط كافة متعلقاتها هم ممن ينتمون إلى ذات الفئة العمرية، ويذكر أن الكثير منهم قد تمت ملاحقتهم مضطرهم لمغادرة البلاد أو اللجوء إلى ملاذ آمن، وسوف يكون مطلوباً للخدمة العسكرية وهارباً ومتخلفاً عنها إذا لم يلتحق بها. وهكذا يكون رئيس الحكومة الهارب من الخدمة سابقاً قد ألصق الصفة الذميمة المهينة بالعديد من الشباب، ولم يعد وحده من يتلقى العار جراء هروبه من خدمة العلم الحقيقية يوم كان لنا جيشاً حقيقياً وطنياً يجتمع أفراده تحت مسمى العقيدة الوطنية للطائفية. وتقول الكاتبة آلاء عبد اللطيف: يا رئيس حكومة المافيا والميليشيات، من الأجدر بك أن تؤسس العقيدة الوطنية التي بني على أساسها الجيوش الوطنية القادرة على رد أي عدوان يتربص بالوطن، وتنهي مهزلة الميليشيات الطائفية الفاسدة والقضاء على أخلاقيات مرتزقتها الذين اتخذوا من مشاركتهم في حروب لأجل أسيادهم طريقا لإلصاق العار بأخوة الوطن. الديمقراطية في العراق وهم ليس إلا عنوان مقال للكاتب زكي رضا نشرته صحيفة العرب اللندنية. جاء فيه: من الصعب جدا وصف نظام المحاصصة الطائفية القومية بالعراق بالنظام الديمقراطي، فوجود أو السماح بقيام أحزاب ومنظمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وإجراء انتخابات دورية لتشكيل سلطة تشريعية لا تعني تحقيق الديمقراطية، كما أن التحولات الديمقراطية لا يمكن تحقيقها في فترات زمنية قصيرة، بل تأتي عبر فترات زمنية طويلة نوعا ما، وتراكم كمي ونوعي لسلسلة من الصراعات السلمية في المجتمع.
من غير المنطقي الحديث عن الديمقراطية في العراق اليوم دون توفر شروط قيامها والتي تتمثل بجملة أمور لم تتحقق، وإن تحققت فإن تجاوزها والالتفاف عليها هما السمتان الأساسيتان في التعامل معها من قبل السلطة. فدولة القانون وسيادته يصدمان بوجود عدد كبير من الميليشيات المسلحة والتي نتيجة لضعف الدولة وفتاوى المؤسسة الدينية باتت تحمل الصفة القانونية ممثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولها امتدادات أخرى نتيجة نفوذها المسلح وتأثيرها في السلطة القضائية والسلطة الرابعة. فهل توفر في الانتخابات العراقية منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد ما يشير إلى نزاهتها وشفافيتها؟ وهل تغير شكل المشهد السياسي وحصص الأحزاب الطائفية القومية في السلطة؟ مقاطعة الانتخابات وتثقيف الجماهير على مقاطعتها لا يسحبان من السلطة الفاسدة شرعيتها فقط، بل تعتبر ميدانا للقوى الديمقراطية وجماهير شعبنا لخوض نضال سلمي واسع لتغيير ميزان القوى مستقبلا بما يتلائم وتطلعات شعبنا ليحيا بكرامة وأمان. إن الفساد وسوء توزيع الثروة والبطالة والفقر والأمية وغياب المشهد الثقافي الواعي وعدم إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها شعبنا وغيرها الكثير من قبل سلطة المحاصصة تلعب جميعها دوراً كبيراً في عدم تطور الديمقراطية في بلادنا وبقائها حبيسة المنطقة الخضراء والبيوت الدينية والعشائرية. ما يجري اليوم في العراق هو شكل من أشكال الاستبداد الديني الطائفي بقناع ديمقراطي مشوه، وعليه فإن أي عملية سياسية مرتبطة بهذا الاستبداد أو ناتجة عنه ومنها الانتخابات التشريعية القادمة لا تمثل النظام الديمقراطي ولا تعرف من الديمقراطية اللي اسمها. كما أن القوى المتنفذة المهيمنة على مقدرات البلاد ليست مؤهلة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي في البلاد، ناهيك عن بناء الإنسان العراقي ووطنه. من صحيفة المدى نقرأ أيضا مقال للكاتبة سارة جميل، جاء فيه: التشرد الداخلي مأساة الشعوب في هذا العصر، في البلدان غير المستقرة دائما ما يكون السكان عرضة للخطر ونصيبهم التشرد داخل وخارج بلادهم بسبب الصراعات الطائفية والمذهبية وغيرها، ويكون السكان المسالمين أول ضحايا هذه الصراعات، ما يضطر أهالي المناطق المنكوبة أو المعرضة لخطر إلى النزوح من مناطقهم لمناطق أخرى أكثر أمانا لهم ولعوائلهم، يتركون بيوتهم ويخسرون أمانهم ووظائفهم وحياتهم الطبيعية التي كانوا يعيشونها، ويسكنون في العراء تحت سقف خيم من القماش، يعيشون حياة بدائية تفتقر لأبسط متطلبات العيش. هناك نوع آخر من الهجرة، وهم الذين اختاروا أن يرحلوا عن بلادهم ويتركوها من أجل حياة ومستقبل أفضل. اختاروا طريقاً مجهولاً من أجل مستقبل ممكن أن يكون مجهولاً أيضاً، وسلكوا طريقاً لا عودة من أجل البقاء وتحقيق ما يطمحون إليه، لأنهم لم يجدوا في بلدانهم ما يطمحون إليه. والبلدان غير المستقرة أكثر البلدان التي يهجرها شبابها، لأنها بلدان تفتقر لأبسط طرق العيش، فالحياة غالباً ما تكون منعدمة فيها، فلا ماء ولا كهرباء ولا أمن ولا أمان ولا فرص عمل. هذه البلدان تتصدر البطالة وسوء الخدمات وتتصدر كل تصنيف سيء. وهناك من ترك بلده مرغماً لأنه تعرض لتهديد بالتصفية هو وعائلته بسبب طائفة ينتمي إليها، أو لأنه معارض لجهة مسلحة أو يدها طويلة داخل الدولة، أو أنه عارض الحكومة بسبب سياساتها. وعادة ما تكون هذه الحكومات الهشة لا تتحمل سماع صوت من يعارضها لأنها لم تبنى بالشكل الصحيح، بل بنيت على أساس محاصصات خاطئة، يأخذ كل سياسي حقه وحق المقربين منه، وليذهب الشعب إلى الجحيم. هم يعيشون في قصور فارهة والشعب في خيم ممزقة لا تحميهم من حر الصيف ولا برد الشتاء. كل مهجر ومشرد ومعارض هو مواطن بلا وطن يؤويه. تبقى تلك الشعوب تشعر بأنها بلا أوطان دون وطنها الأم، مثل الذي يحصل مع العراقيين في أرجاء العالم.
نقرأ مقالا للكاتبة هيفاء زنجنة نشرته صحيفة القدس العربي تحت عنوان 20 عاما من الإبداع الفني في مناهضة الحرب. جاء فيه: كان هناك في لندن حضور من نوع آخر، ليس احتفالا بل تذكيرا بمناسبة غير رسمية تقف على الجانب الآخر من إعلان إدارة بوش الحرب على الإرهاب واحتلال أفغانستان والعراق في قاعة في شرق لندن، بدلا من أصوات القنابل والصواريخ ووقع أحذية القوات العسكرية وصراخ الضحايا. تعالت أصوات المحتجين ضد الحرب ممزوجة بالفن بالألوان والموسيقى والأفلام والتصوير والمطبوعات. كانت الحركة المسمى أوقف الحرب قد تأسست في عام 2001 إثر التظاهرات ضد غزو أفغانستان، ونجحت في تحشيد الملايين ضد الحرب على العراق عام 2003. في تحشيدها ملايين المواطنين البريطانيين ضد الحروب الخارجية، ألهمت حركة أوقف الحرب عدداً كبيراً من الفنانين والمصممين وصانعي الأفلام والمصورين والموسيقيين الذين ساعدوا الحركة على إبراز رسالتها لإنشاء سجل نابض بالحياة لأنشطتها وإنتاج مجموعة من الفنون المناهضة للحرب التي خاطبت الملايين، حيث وضع المساهمون جميعاً بأعمالهم حداً للتساؤل الذي لا تزال بعض الدوائر الثقافية تشتره، وهو: هل بإمكان الفن بأنماطه أن يؤدي دوراً في التغيير المجتمعي والسياسي؟ وهل بإمكانه تقديم شيء مهما كان في فترات الصراع والحروب خاصةً؟ إن سردية 20 عاماً من الإنتاج الفني في الحركة المناهضة للحرب تقول نعم لدور الفن في الحث والمساهمة في صيرورة التغيير، إذ تنتفي المسافة بين العمل الفني والنشاط في الحياة العامة، ما جعل الحركة المناهضة للحرب تنبض بالحياة وزودها بالقدرة على التعبئة الجماهيرية غير المباشرة. فبالإضافة إلى العمل السياسي التعبوي المباشر، هناك العديد من مستويات العمل التي يجب اتخاذها عند السعي من أجل التغيير، وأحدها التعبير الفني. تمكن الفنانون والناشطون في الحركة المناهضة للحرب من إنتاج أعمال أصبحت جزءاً من ذاكرة جيل بريطاني يرنو إلى تحقيق العدالة وينأى بنفسه عن تاريخ بريطانيا الاستعماري. من بين الأعمال المعروضة لافتات مبقعة بالدم ولوحة للفنان بانكسي المعروف بلوحاته وجدارياته ضد النظام الصهيوني العنصري في مجال الأفلام. وثق المخرج أمير أميراني بفيلم نحن كثرة واحدة من أكبر التظاهرات بتاريخ بريطانيا، حين خرجت الجماهير احتجاجا على وقوف حكومة رئيس الوزراء توني بلير إلى جانب جورج بوش في شن الحرب العدوانية ضد العراق. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن أمام إيران ما يقرب من شهر تقريباً لامتلاك ما يكفي من مواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود، متجاوزة عقبة قد تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لتحسين شروط أي اتفاق محتمل لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي يعود لعام 2015. الخبراء الذين درسوا البيانات الجديدة الواردة في التقارير الصادرة الأسبوع الماضي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقولون إنه من خلال تخصيب الوقود النووي على مدار الأشهر الأخيرة إلى مستويات قريبة من مستوى القنبلة، تكون طهران قد اكتسبت القدرة على إنتاج الوقود اللازم لتزويد رأس حربي نووي واحد في غضون شهر أو نحو ذلك في إطار الجدول الزمني الأكثر تعقيداً. لأن الصحيفة لفتت إلى تصنيع رأس حربي حقيقي يمكن تركيبه على صاروخ إيراني وينجو من الاشتعال عند إعادة الدخول للغلاف الجوي، وهي تقنية كان يعمل عليها الإيرانيون بنشاط قبل 20 عاما، سيستغرق وقتاً أطول بكثير. وعلقت الصحيفة بالقول إن إيران لم تكن قريبة بهذا القدر من القدرة على صنع أسلحة منذ ما قبل موافقة الرئيس الأسبق باراك أوباما على الاتفاق النووي في عام 2015، وقد أجبر الاتفاق الإيرانيين على شحن أكثر من 97% من وقودهم إلى خارج البلاد. ونقلت الصحيفة عن تقرير صدر عن معهد العلوم والأمن الدولي وهو مجموعة متخصصة في تحليل النتائج الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السباق خلال الصيف لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% وهو مستوى أقل بقليل من درجة القنبلة جعل إيران في وضع
تقدر فيه على إنتاج وقود لقنبلة واحدة في غضون شهر واحد. قال المحرر الدبلوماسي في صحيفة الجارديان باتريك وينتر إن سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان سيعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، وأضاف نقلا عن مسؤول إن دول الخليج قد تضطر لإعادة النظر في تحالفاتها وخاصة الولايات المتحدة وإن كانت ستظل تثق بها. عودة طالبان إلى الحكم هزة أرضية مدمرة ستؤثر على مسار الشرق الأوسط لسنوات قادمة، فخروج الولايات المتحدة السريع يثير أسئلة لدول الخليج حول معنى الوعود الأمريكية لتوفير الأمن على مدى 20 عاماً المقبلة. أفغانستان هي هزة أرضية وهزة أرضية مدمرة وستظل معنا لمدة طويلة جدا، والحادثة تمثل تحولا عن عقيدة كارتر التي عفى عليها الزمن وتقضي بقيام الولايات المتحدة التي تعتمد على النفط باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج. المفاجأة الكبرى هي العملية الأمريكية العاجزة والخلاف البيروقراطي الذي علم التفكير الأمريكي بشأن الانسحاب. إن انتصار طالبان سينظر إليه على أنه انتصار لباكستان وفرصة للصين، ولن تلعب الولايات المتحدة سوى دوراً بسيطاً، ولو حدث صراع جيوسياسي على أفغانستان فسنرى باكستان والصين من جهة والهند وإيران وروسيا من جهة أخرى. وأضاف المسؤول للصحيفة أنه يتوقع مزيداً من الحوارات في المستقبل بين السعودية وإيران وكذلك الإمارات العربية المتحدة وإيران، وأشار إلى توقيع اتفاقية الدفاع بين السعودية وروسيا كإشارة عن مرحلة ما بعد عصر الكربون، حيث ستحاول دول الخليج تنويع مصادرها الأمنية بعيداً عن الولايات المتحدة. وبدأت إيران في ظل حكومة حسن روحاني لقاءات سرية مع السعودية وتعاوناً على المستوى الأمني، وربما خرجت هذه للعلن. أظهر تقرير صحفي أن 184 دولة حول العالم قدمت 5,760,000,000 جرعة ضد فيروس كورونا منذ بدء عمليات التطعيم نهاية عام 2020، ما يكفي لتحصين 37.5% من سكان العالم بشكل كامل. ووفق التقرير الذي تعده وكالة بلومبرغ بناء على بيانات دورية للدول التي تقود حملات التطعيم، فإن متوسط عدد الجرعات اليومي حاليا يبلغ 33.8 مليون مقارنة مع 5 ملايين جرعة في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي. وتصدرت الصين الدول الأكثر حصولا على اللقاح بإجمالي 2,148,000,000 جرعة حصل خلالها 69.3% من السكان المشمولين في اللقاح من الحصول على جرعتين اثنتين. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.